مساكم الله بالخير، وهذا الحين يوم ثاني معاكم، وإن شاء الله يعني نكون على تواصل معاكم أكثر وأكثر. واليوم حسب ما وعدتكم راح يصير إن شاء الله عندنا مشبوس الدياي بناء على طلبات الأخوان اللي اتصلوا. ما نقدر نقول وراء الفاصل الأول لأن احترقت أمس، طلبوها وخلاص احترقت. خلاص خلصت. ومعي اليوم مثل انت شايفين أخونا بدر، بإذن الله راح يساعدني هني، واليوم عطيته درس شوي حلو. ها ايه. تفضل بدر. اوكي، مذهب لي كل شيء، ما خلى لي شيء انا قصه ولا اسوي. مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله بحلقه جديده من برنامج سفرتنا. مثل ما قال لك مشيف سامي، اليوم طبختنا راح تكون مجبوس الدياي، بس على لمسه خفيفه مثل ما قال لي قبل الهواء من عنده، يعني ما راح يسويها بطريقه الكويتيه البحته، لا راح يحط شويه في لمسه خفيفه من عنده. تمام، نذكر بس بمشاركاتكم اللي حابين تشاركونا فيها. استانسنا امس مشاركاتكم الصراحه، صح ولا لا؟ فنبيكم اليوم تشاركونا وتونسونا باتصالاتكم. ارقام الاتصال راح تبين عندكم تحت على الشاشه، فيفا 50129 زين 93012 وطنيه 1521. كل اللي عليك بس انك تطرش مسج في حرف السين او اس على هذه الارقام، او انك تتواصل معنا على صفحتنا بالفيسبوك سفرتنا اندرسكور الشاهد تي في، او على التويتر @سفرتنا اندرسكور الشاهد تي في. هذه صفحتين عندنا بالموقع فيسبوك وتويتر. بس بدر انت لا تقول هي كويتيه اصليه. هي كويتيه اصليه. هي كويتيه اصليه. اي لمسه صغيره بس. لمسه واحده بس. بس لمسه صغيرونه وما راح يفرق مع الناس اي شيء، لكن حلو. ودي اوري هاللمسه هذه علشان بس الاخوان يحصلون على طعم افضل في مجبوس الدياي. انزين الدياي طبعا. وبعدين عندي ان شاء الله هذه الدياي موجوده. أيه. انا بس ابي اوصل بالذات الاخوات اللي يحبون يقول لك انا اخاف من زفره الديايه، يغسلونها بخل وملح وصويا صوص ومش عارف. أيوة. ايه ما له داعي، ما له داعي. احنا راح ناكل اليوم بعد شوي انا وياك بناكل هني. هو مو سمك. لا لا الدياي يخافون منه بعد. بالايد زفرته تمسك بالايد، بس الدياي ولا السمك فيه زفره ولا الدياي فيه زفره، كله خنين وطيب، بس شلون تطبخه. اوكي. ايه. تمام. انت شفت امس مثلا الشعم ما حطينا له بهار. حلو. وانضقت. عرفت ايش قال بدر؟ يقول اوه اكل صجي. متفاجئ بدر. مو بس حق الكاميرا، لا اكل صجي قاعد ناكل منه احنا هني. نعم. انزين راح تسوي مجبوس الدياي. الحين اسوي مجبوس الدياي. في شيء ثاني مع مجبوس الدياي طلبوه منك، قالوا لك لازم تعلمنا شلون نسوي مع مجبوس الدياي. مو مشكله، انا بسوي وياه الدقوس وبسوي وياه المعبوش. ايوه. وبسوي لازم الحشو، انا مجهز الحشو عشان الوقت راح يضايقنا. ايوه. انا قصت عليه المخرج قال ساعه ونص. انزين. يوم وليت وقت السجن يقول وربع سكر، شو تقول؟ لا ساعه ونص تلفزيونيه. اوكي. حركات. حركات. ايه. وهقني اكثر. اي فاليوم انا ماخذ احتياطي ان شاء الله وكل شيء تمام، راح ابدا سيده نقص الديايه، ولا اذا بعد ما ادري كان في فاصل او شيء ما ادري. بعد الفاصل راح نقول لهم شنو المقادير، راح تقول لهم مقدار، وراح تقول لهم ايش كثر يحطون بالطبخه. ان شاء الله. وراح نبتدي ان شاء الله نقص الديايه ونقص البصل ان شاء الله. ولو ان كل شيء ذاهب يعني، بس راح نقص شويه اشياء عشان نزيدها. حلو، نطلع فاصل. نطلع فاصل. اوكي نطلع فاصل الحين مشاهدينا، ونرجع لكم علشان نقول لكم شنو المقادير ونذهب لكم الطبخه. نطرونا. بالفاصل الحين على السريع راح ابدا في الطبخه واشرح لكم وانا اجهز الاغراض. حلو. وانا اطبخ الحين شب الشوله اول شيء. هاي شولتنا جاهزه. ايوه. طاولي الدهن بدر ما عليك امر. هذه الغرشه الدهن. اوكي. اوكي، الحين ننزل الدهن. طبعا الديايه انا ودي اوري بالكاميرا هذه. ايه. هني لما نظفتها قصيتها، نظفتها هني، شلت الدم المتجلط هني. أوه. خلاص. ايه. وما فيها اي زفره الحين نهائي، جاهزه انها تنزل بالجدر. الحين معي بدر. أوكي. البصل عشان نعدد قدام الناس. ايوه. البصل معي. فرشه بالقفشه ما عليك امر. يصير نحطه بزيت للحين ما احتر ولا قام يقلب؟ ما يهم. لا ما انت بتطبخه على نار هاديه. اوكي، اللي بتبتدي فيه الحين شنو؟ الدياي؟ مجبوس الدياي هو اللي ياخذ وقت. إيه بعدين ندش على الحشو ولا هذا؟ قصدي شيف سامي شنو؟ في ناس مثلا يسوون الحشو قبل العيش، في ناس يسوون مثلا يقلون الدياي قبل لا يسوون العيش، الترتيب الصح علشان الطبخه تطلع حلوه شنو؟ ترى فشلتني. شنو اللي شنو بتقل الدياي قبل لا تطبخ العيش؟ اوكي. عطني هالرف هذا الكركم. فشلت بدر، شلون تقلب الدياي قبل هذا؟ انزين قول. الحين سيده كذي كركم. ايه. شويه هذه حطيت تقريبا قفشه وشوي. ايه. ملح
واللي يحب يغمض. ترى جت سؤالي ما قاعد استعبط. لا لا بدر يعني شلون تقلب دياي قبل؟ انا اقول لك يعني في ناس يذهبون الدياي ايه يقلونه ايه بعدين يسوون العيش والحشو بعدين يمسكون الدياي ويحطونه مع العيش. انا اشوف في ناس وايد يسوون كذي. انا ما ادش مخي كلام. في ناس لا يسوون العيش ويسوون الحشو اخر شيء يقلون الدياي. ايه نسوي كذي هذا نسوي هذا الصح هذا اللي انا اسوي ما اعرف الطريقه مالتك ما اعرفها. اوكي لا هذه مو مالتك. الحين احنا بنحط صوت. الحين بنحط التوابل اللي هي يسمونها العدله. اوكي درس خلينا نقول لوميه سوداء واحده. اي خلصت. اوكي ورق غار. ورق غار كم حبه دارسين كذي اثنين عواده حلوين. الله. فلفل هذا جيب لي كم حبه استعملناها كهما. ايوه اللي هو الفلفل الاسود. فلفل الاحمر مدور اي. وبعدين عندنا الهيل ويا المسمار والفلفل الاسود هذا كله ننزله فوق. فلفل اسود حب كامل اي كله كله كل هذول حب. الحين عندنا اللي انا قلت لك عنه مساء. ايوه هذه اللمسه اللي قلت لكم عنها مشاهدين. ايوه ركز معي هني محمد. هذا زعتر شاي. هذا زعتر شاي. شاي نحفظها. هذا وايد حلو بس لا تكثرون منه يعني. ها ريح ابو سعد وشوية النكهة لما راح تحس انت بفرق. راح تقول لي هذا مكبوس. بعد شوي نحن ناكل ان شاء الله راح تقول لي هذا مكبوس غير. انا متاكد مو نفس المكبوس اللي احنا متعودين عليه. لا نفسه بس تحسه افضل. تحس انه افضل يعني. حلو الحين هذا كذي ما نحركه كلش بس نحط له اللي بيغمض اللي بيغمض ملح لازم بالليل. اي ما عيب كمية كبيرة قاعد بالقفشة رايح درب رايح درب جاي. اوكي الحين انا راح اسكر عليه. خلاص سكرنا على الشولة. يستحسن ان الشولة تكون قاصرة ما تطبخ بسرعة بسرعة الدودة اللي ما تكون قوية. ما نبي ندودة الاكل. حلو شوي شوي تفضل على مقص اليدي انا. اوكي اتفضل شو اسوي؟ سولف. انزين اسولف وياك. اول شيء انا يوعان يصير اكل موزة؟ يصير. اوكي ابي طريقة البصل اللي مذهبه بالمقلة حق شنو؟ شنو هذا؟ البصل اللي مذهبه بالمقلة. الحين هذا بدش عليه ان شاء الله. انا مسوي الاشياء اللي تاخذ وقت مني سويتها قبل لا نطلع معاكم على الهواء. حلو لكن كلنا نعرف. عطني هالقفشة الحمراء المثلثة صايرة شنو؟ لا اخر واحدة هذه؟ ايوه بالراحة. هذه طال عمرك البصل ودي اوريه بعد للكاميرا للي يعرفون يطبخون. هذا شنو؟ بس بصل وحطيته على النار صار كذي يسمونه كراميل. عدل راح اشب عليه الشوله الحين لان هاي ايضا ياخذ وقت وايد. راح اشب عليه الشوله يعني ينحمس شويه. اي يتحمر يتحمر الـ الـ البصل هو عباره عن في سكريات عاليه. زين في شيره البصل في شكر. اي الحين لو اعطيك هذه انت مو جعان والله. ذوق هذه بحجك. ذوقها بصل وياها. ذوقها. لا دور الشيره تلقى شيره. ماكو شيره؟ فيها شيره في بصل. لا في شيره. اوكي في شيره بس طبعا مو شيره الموزه ولا التفاحه. اضرار لا توهق. شيره بصل. اضرار لا توهق. اوكي زين الحين بهالاثناء مالت ان الدياي تستوي انا راح اكسب وقت طويل وايد. هذا البصل حق الحشو. هذا الحين شبينا عليه وهذا هني راح احط. ايوه وخلنا نوديه هناك عند هالشوله هذه. اوكي راح تقول لنا شنو اللي راح تحطه بالحشو اللي انت تسويه؟ اي بس خطوه خطوه خلنا اسوي يعني خط متوازي الاثنين. اي الحشو مع الدقوس. اي الدقوس وين وديت عني الثوم؟ اوكي انزين هذا الثوم. ابي اسالك سؤال قبل لا تسوي تفضل. الحشو تفضل. الطريقه الكويتيه القديمه ايه؟ كان فيها اللي هو هذا شنو سميته كشمش ونخي. اي النخي. اي ما اشتغنا اصلا مو الكشمش بروحه او النخي اللي اذا الحشو ما فيها الاغراض يصير كنا عيب. لازم يكونوا ايه؟ مع بعض. غسل ايدي بعد اذنك. يلا اوكي على ما انا اكمل موزتي. انزين ابي هم اذكركم اللي حابين يتواصلون معنا طريقه المكبوس اليوم طبعا معروفه يعني ثلاث ارباع الكويت مو كلها عارفين. اي اي بس انه شنو في ناس يحبون يشوفون بس عشان لا ابداع الشيف شنو اللي يسويه مثلا. لا في ناس في سر مثلا يحطه في سر مثلا
يسويه علشان يغير الطعم مال الأكلة نفسها. أوكي؟ فأنت ليش تكسر فيني وايد؟ ما أكسر أنا، أفعل عليك بس. الحين حطيت شوية دهن هني على الثوم. راح ننظر الثوم لما يصير لونه بعد نفس البصل هذا شيء يبدأ يسمونه يشوغل، يشوغر. أبدأ أقطع عليه الطماط. وبعدين إذا حطيت قشر الموز ويا الحشو شنو يصير؟ أطلع برا أنا، أطلع برا. خليك نروح تكمل الطبخة. إنزين. إنزين. في طريقة قال لنا إياها شخص وايد غالي على قلوبنا اللي هي. في ناس يسوون الدياي مال المكبوس بالفرن مو قلي. صح. شنو هذه الطريقة؟ وليش يسوونها الناس؟ هذا يمكن اللي يحب إنه يكون الأكل ما فيه يعني دهون زيادة. إيه. لما تقليها. إيه. يعني تقليها بدهن وبتأكل والعيش فيه دهن، يعني تخفيض للدهون والكوليسترول. بس. الحين هذا الحشو استوى، بخت ماي مثل عياز قبل. علشان ما يحترق؟ لا، عشان الحين أي شيء لاصق في المقلاة يروح. وبعدين أطب في الجولة شوي أساس إنه يشرب. أوكي. بس طريقة الشوي، طريقة أو الفرن دي هاي. تحمير، يصير تحمير. إيه. ما تغير من أكله أو تقلل من حلاوة أكله. لا لا بالعكس. يظل المكبوس مكبوس. إيه، هذه الناس تحبها وهذه الناس تحبها. أوكي. إيه؟ أنا قاعد أفكر أحط شيء، أسوي شيء، يعني أبدع بشيء، بس ما. أنت سؤالك. كل اللي طلع وياي إن أنا أحط شيء. يقولون الدياي قبل يسوون العيش، ما يصير. لا يعني الترتيب، قصدي الترتيب. في ناس يسوون هذا يفتكون منه علشان يركزون مثلاً على العيش والدياي. في ناس. إنهم طاف كأنك ما قلت شيء. أوكي. أيوة كأنك ما قلت شيء. أوكي. الحين. تمام، بس خلنا أذكركم طريقة المشاركة. في عندكم الأرقام اللي هم طرشون عليها الرسائل، رسالة تكتبون فيها حرف السين أو أس على رقم الشركة تابع لها خطكم، مثل ما يبين بعد شوي عندنا على الشاشة. فيفا 50129 زين 93112 وطنية 15211 هذه أرقامنا. عندنا بعد فيسبوك وتويتر. الفيسبوك مشتاق حق نواف تصدقي يقول فيسبوك وتويتر. تعال وين وين. أوكي إنزين، أرد أعيدهم على البطيء. فيفا 50129 زين 93112 وطنية 15211 هذه هي الأرقام اللي ترشون عليها رسالة فيها حرف السين أو أس. صفحتنا بالفيسبوك صفرتنا أندرسكور الشاهد تي في، على تويتر آت صفرتنا أندرسكور الشاهد تي في، صفرتنا S-O-F R E شلون شلون S-O-F R S O F R A N T A أوكي underscore T N A طلع عندكم تحت الشاشة ولا لا؟ أهم شيء يطلع طلع تحت الشاشة. طلع تحت الشاشة. أوكي زين، أنا بس ودي هني الكاميرا، ما عليك كاميرا، تعال شوف لون الثوم شلون يصير صاير على خضار. إيه هذا لأنه شوية طق الهواء بس. أوكي. الحين هو مشوقر، شوف بدأ يشوقر. تعور يدك بدر، شوف شايفين مشوقر هذا هني. لحظة بحط فيها الطماط. هاي طماطنا. خليك شوي. سامعين الصوت هذا؟ الله. مزيقة. 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 الحين كذي بهالطريقة هذه راح نعطي الشولة تقصيرة ونغطي وننساه لما يتمخمخ الطماط. أوكي. شنو يعني المفردة مرة عليك تمخمخ؟ شنو يعني تمخمخ؟ اشرح لك بعد الهواء. الحين بعد الهواء يشرح لي. الحين نبي نحط هنا شوية زيت بعد ترطيبه. ايه؟ شوية لأن أنا بعد شوي بحط شيء ثاني. ايه. وبعدين بحط النخي. ايوه.